عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. شوط الأخوان الضيوف السودانيين تعلن انطلاقة شوط الأبكار للأخوان الضيوف السودانيين بميدان الساد. نتمنى لهم التوفيق. واللي قادة المسيرة أنغرة إبراهيم عبد الله تتصدر القيادة، تليها المركز الثاني شواهين فهد شاهين البلوشي. من يقدم؟ شواهين. المركز الثالث، المركز الثالث الظبي محمد العجب. وفي المركز الرابع شواهين لمحمد العجب. هذا محمد العجب بسيط، مسيطر سيطرة تامة ما شاء الله عليه، ونتمنى له المزيد. إذا وصلنا المركز الرابع الظبي لعبدو إبراهيم، ولا هذه أيضا للشيخ مضوي الشيخ. لكن نعود إلى المقدمة. ما شاء الله تبارك الرحمن، شوف الانفراد، شوف الانفراد الواضح كل الوضوح من أنقرة إبراهيم عبد الله. تصدرت القيادة، انفردت بالمركز الأول، انفراد تام، ما بعده إلا الفوز. هذا الانفراد ما بعده إلا الانتصار، وهذه ما شاء الله عليها. تقدم العروض المميزة أنقرة، أنغرة على الصدارة، أنغرة على المقدمة، المملوكة لإبراهيم عبد الله تتصدر قيادة الشوط بانفراد واضح كل الوضوح. أنغرة على المقدمة، أنغرة على الصدارة، تغترب من خط النهاية، وخط النهاية يرحب كل الترحيب. الثاني شعلة للقرشي محمد المركز الثاني. يا سلام يا سلام، السيطرة مع أنغرة لإبراهيم عبد الله إلى مقدمة هذا الشوط على ما اعتقد انهت الشوط لصالحها. تهانينا والناموس لمالك أنقرة إبراهيم عبد الله، نهني على فوز أنقرة بالمركز الاول بهذا الشوط. وبنفراد تقترب من خط النهايه، خط النهايه يرحب كل الترحيب. تهانينا لمالك أنقرة إبراهيم عبد الله، نهني على فوز أنقرة بالمركز الاول، تصل الى خط النهايه، معلنها الفوز والانتصار. المركز الثاني شواهين محمد العجب، الثالثه شواهين فهد شاهين البلوشي. التوقيت 2:23 ثانية، وأنقرة عندك يا المطوع اللي فازت بالمركز الأول.